عودة لكم مشاهدينا من جديد استكمال النقاش رفقة ضيفي الأستاذ أبو بكر عبد القادر أستاذ العلوم السياسية وأستاذ أيضا القانون. أهلا بك سيدي. إذا كنا نتحدث فيما يخص تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورغبته أيضا في الحوار. شفنا أيضا يعني بعض الأحزاب السياسية اللي نقول ربما كانت مقاطعة للانتخابات أصلا يعني أبدت رغبتها في الحوار. نعم، هي في الحقيقة مبادرة جامعة ومبادرة تدل على حسن النوايا في الخروج من هذه الأزمة، ولكن المسألة ليست بهذه البساطة، المسألة تقريبا معقدة لأنه معقدة نوعا ما وتحتاج إلى حوار هادئ وعدم التسرع، لأن هناك عدد الأطراف. نعم، لأنه مجموعة من الأطراف. صح الحوار مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات وكل ممثلي المجتمع على مختلف أنواعهم، سواء كانوا في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، هذا ولكن ليس حاسم، لأنه هذا ليس لم يكونوا السبب الأساسي في ما الإنجاز اللي وصلنا ليه، يعني النجاح اللي وصلنا ليه في الانتخابات، وإنما هو حراك 22 فبراير، وحراك 22 فبراير لم يسمح لهؤلاء بالكلام باسمه أو الحديث باسمه، بالعكس فكان هناك فصل تام بين هؤلاء. وطبعا أنا لا أقول لا نهون من دور هؤلاء، ولكن دور تاعهم الآن تقريبا بعد 22 أصبح دور آخر، يعني الأحجام تاعهم الحقيقية لا تظهر من خلال التصريحات، تظهر من خلال الصندوق. وإحنا الآن أمام حراك يطالب بتغيير جذري، وما بين سلطة تدعو إلى تغيير تدريجي. والحل ما هو الحل؟ الحل أنا نظن أنه الاتباع الشرعية الدستورية، استكمال قضية الشرعية. لماذا؟ لأنه حتى الذين الآن سمعنا عليهم ينادوا أنه سوف يمثلوا الحراك، بدأت بعض الإشارات فبدأت عملية التخوين وعملية والحراك ليس على مستوى العاصمة فقط، على مستوى كل ولايات، سواء هو ليس كنت يعني متماسكة من حيث الطلبات، من حيث صح ممكن يتفقوا على التغيير الجذري، ولكن من حيث سقف الطلبات، من حيث الاهتمامات راهي تتبين من جهة إلى أخرى. ما هو السبيل؟ مستويات هذه ما هو الحل؟ هن عندما لو كان مثلا تمثيلهم ينهي المشكلة، ما ينهيش المشكلة، المشكلة تبقى مستمرة لأنه الخلاف يبقى مستمر. ولهذا الأحسن هو الرجوع إلى الشرعية الدستورية، لأنه رئيس الجمهورية هو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو مؤسسات الدولة، لأن الحوار يجب يكون حتى عندما أي شخص يتكلم في الشأن العام يكون عنده شرعية. الشرعية تكون عن طريق الصندوق، الصندوق هو عن طريق الانتخابات التشريعية والانتخابات رئيس الجمهورية. فضل أنه يكون تعديل الدستور ومن بعد انتخابات، ومن بعد ربما تكون ما عطاش جدول زمني أو مدة محددة فيما يخص الانتخابات التشريعية، لأن هذه هي الفيصل، هي اللي حتى أنا في رأيي تحل الإشكال فيما يخص الحراك، لأنه الحراك يمكن تمثيله عن طريق ممثليه في البرلمان. لماذا؟ لأنه هؤلاء الأحزاب ما تقريبا الإنجازات اللي تحققت بفضل مسألتين، بفضل الحراك ومرافقة الجيش الوطني الشعبي. كل الشيء اللي رانا نسمعوه في هذه المسائل ربما مشجعة، ولكن ما توصلش إلى مسألة حاسمة، معناها المسألة تبقى مستمرة. الحل تاعها هو الرجوع إلى الشرعية أو الاستمرار في الشرعية الدستورية، وبالتالي هنا عندنا الآن الهيئات والأحزاب والنقابات، وعندنا الحراك اللي رفض لها كلية، واللي ما زال يطالب قضية ديجاج، قضية وهناك مقولة الآن بدأوا يروجوها. يعني حتى شفنا كما تفضل السيد سليمان السعداوي يعني قال أنه أصبحت هناك يعني شخصيات أو أبواق يعني الرفض من أجل الرفض فقط. لا، الرفض من أجل الرفض. لماذا؟ لأنه إحنا لازم نتعامل معهم بطريقة قانونية، بطريقة دستورية. إحنا المسألة اللي تحسن في مسألة التمثيل والتشكيك هو الصندوق. ما تقول لي أنا لا ممثل لفلان ولا فلان ولا حزب ولا، بدليل حتى رئيس الجمهورية هو أبرز مثال على أنه قضية التمثيل تاع النقابات ونتاع الأحزاب ما صبحلوش. حزبين تبنى واحد جاء في المرتبة الرابعة اللي هو مهيوبي، عز الدين مهيوبي، هو دخل بالرغم أنه ينتمي للحزب التحرير ولم يتبناه حزب التحرير، وانتصر بعملية ناجحة كاسحة في الانتخابات. الدليل على أنه قضية الأحزاب بعد 22 الآن راه في وضع آخر. أكيد، يعني المواطن يعني فقد الثقة. نعم، في الأحزاب السياسية فقدت الثقة. إذن نرجع الصندوق هو الفيصل الوحيد، وبالتالي هناك دعاة المرحلة الانتقالية واللي هم رافضين لكل شيء راهم يروجوا الآن في مقولة أنه النظام اللي انتصر ليس النظام اللي انتصر، على أساس أنه تبون الرئيس تبون كان من النظام السابق ولا، وهذا خطأ.
اللي انتصر هو الشعب الجزائري، انتصر المؤيدين والمعارضين والحراك، ما انهزم حتى واحد، لانه حتى ما نبقاوش في قضيه الفراغ الدستوري ونروحوا للمجهول، يعني امور غير واضحه، وبالتالي هذه مغالطه كبيره يتم الترويج لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي انه فعلا النظام، وبالتالي نتحاور معه بس من تمثل. اثبتت الانتخابات انه قضيه النقابات وقضيه الاحزاب السياسيه دورها تراجع، هذا لا يعني انه نهملها، لا، صح يكون عندها دور في الحوار ولكن لن يكون حاسم، ولكن المسألة الحاسمة في رأيي هو التسريع بمسار الانتخابات في المجال البرلماني وفي المجال المحلي الولائي والبلدي، هؤلاء اللي يكونوا ممثلين الشعب، حتى ما نفرقوش الآن بين الحراك وغالبية الشعب، وهما الحراك من هو الشعب، وبالتالي هذا قضية التمييز تاع الحراك ده ما صبحلاش الآن موجود. الشيء الفيصل الأساسي يعني حتى لما تحدث رئيس الجمهورية يعني قال أنه الحوار لا للإقصاء. نعم لا للإقصاء، ولكن هذا الحوار قلنا فيه تباين وفيه تطرف وفيه تشنج وفيه اختلاف، هذا الأمر كيف يحسم؟ أي إنسان عندما يجي يتكلم باسم الشعب عندما يكون عنده مصداقية الصندوق ورئيس الجمهورية، هذه السلطة اللي منحلو الصندوق، ما منحلوش لا حزب جبهة التحرير ولا اللارندي ولا أي حزب آخر، منحلو الصندوق، وبالتالي هذه مقدمة يعني إيجابية نحو التغيير الإيجابي للوصول إلى التغيير الجذري، يجب أن يتفهمها الجميع، ولكن أنا مقتنع أنه التغيير عن طريق الصندوق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة، وبالتالي كل الأولويات اللي نتكلموا عليها في المجال الاقتصادي في المجال تبقى دائما مجرد كلام إذا ما حليناش المسألة هذه. يعني أكيد كانت هناك محاولة للحوار يعني منذ 22 فيفري. نعم. اليوم نقف عند معطية جديدة، لدينا رئيس شرعي هو من يدعو. نعم. إلى الحوار. نعم. اليوم يجب ربما على الحراك أن يفرز ممثليه لكي يعني يبقى يضمن بقاءه كقوة سياسية واجتماعية، لأنه لا أحد ينكر أنه الحراك هو الذي يعني كانت الانطلاقة من أجل التغيير. مشكلة تمثيل الحراك فيها آراء متباينة، البعض يرى أن قوة الحراك في عدم تمثيله، والبعض الآخر لا، لأن الحراك هو قوة ضغط لتحقيق التغيير الجذري، هذا هو الأساس. من يمثله يطرح إشكال لأنه فيه تباين، فيه التيارات. يعني إشكالية تمثيل الحراك. نعم. يعني منذ انطلاقه يعني لم يفرز عن ممثليه. نعم اليوم نسف في عدل، لأن الذين الآن يريدون أن يتبنوا الحراك لهم طروحات وقناعات ربما تختلف عن طروحات الناس آخرين، ما يتبنوش فقط المطالب الاجتماعية والمطالب الآنية للحراك، يتبنوا الطروحات خاصة بهم ربما تناقض مع طروحات كثيرة للشعب الجزائري. الحل الإشكال كيف يتم؟ هل يتم عن طريق تعيين فلان، ولا عن طريق الشعارات، ولا عن طريق المظاهرات، ولا عن طريق ثقافة الشارع؟ لا، عن طريق المؤسسات. المؤسسات أنا نظن هي الوسيلة الوحيدة اللي تفرز لنا ممثلين عن الشعب وممثلين عن الحراك، وتفسح لهم الفرصة لإقناع الشعب، واللي يقنع الشعب الصندوق. اليوم الكرة عند في مرمى الحراك. يعني نعم في مرمى الحراك، ومرمى الحراك لازم يتفهم لأنه التغيير الجذري المشكلة يعني في التفهم. نعم في التفهم، لأنه التغيير الجذري مستحيل، لأن التغيير الجذري يكون لازم بآليات قانونية واضحة، والآليات القانونية اللي توصلوا لها كل دول العالم هي الانتخابات، فما نقدروش فلان انه يظهر كثير في القنوات، ولا يظهر كثير في الفيسبوك، ولا يظهر كثير في المسيرات، هو اللي راح الان. بالعكس، وبالعكس هو التخوف من الحوار. الحوار ما يجبش يكون تحت الضغوط وتحت الشروط، وما تكونش من اجل الامتيازات والمناصب في السفارات والقنصليات والشركات وهذه، لا، لازم نفصلها، يجب ان يكون من اجل الجزائر والجزائر فقط، لان المساله تتعلق بوطن الجزائر، وبالتالي يعني اما ان نتوجه الى حوار يعني. نعم. مشروط، او يعني حوار. لا. يكون يعني. نعم. بكل أريحية وبكل سلاسة. نعم لازم يكون بكل أريحية وكل سلاسة، ما يكونش تحت الشروط وما يكونش تحت الضغط. لماذا؟ حتى الشروط التعجيزية يعني. لا، الشروط هذيك اللي تقع عندما تكون تمثل، انت متمثل من؟ أثبتت الانتخابات أنه فعلا الأحزاب السياسية والتنظيمات بمختلف أنواعها تراجعت الأهمية تاعها، أصبح كل الشعب الجزائري يمارس السياسة، أصبح كل الشعب الجزائري ما يثيقش في هذه التنظيمات، ربما عندها وقت حتى تتيكل تغير طريقتها في العمل، وربما عن طريق الصندوق يمكن أنها تقدم شروط، عندما تقدم ربما الشروط هذه تاع أعضاء الحزب، رئيس الحزب والمجموعة اللي معاه، ولكن حتى الأنصار تاعه ممكن يختلفوا معاه، بدليل أنه جبهة التحرير الوطني قالت الأنصار تاعها يصوتوا لصالح عز الدين مهيوي. نعم. ولكن في الوسمون متوقع انهم صوتوا لاشخاص اخرين، مع يعني هذيك العلاقه تاع الولاء وعلاقه الالتزام الحزبي ما صبحتش موجوده. لماذا؟ عرفوا انه
الآليات التي كان يمارس بها العمل السياسي يجب أن تتغير، يجب أن تتلائم مع المرحلة. هناك ربما ثغرات في الأحزاب. نعم ثغرات، ويجب أن يتكيف الجميع وكفى ضغوط، لأنه الصندوق هو الطريق الوحيد لهذا. أكيد. يعني أيضا رئيس الجمهورية يعني كما أبدى نية أيضا الحوار مع الأحزاب السياسية. نعم. شفنا أيضا من خلال بيانات لهذه الأحزاب، أحزاب يعني مثلا حمص يعني كانت هي مقاطعة للانتخابات، لم تقدم مرشح عنها، لم تتحدث عن الانتخابات لغير ذلك، لكن لما أبدى رئيس الجمهورية نية الحوار يعني كانت السباقة من أجل يعني القبول بهذا الحوار. على سبيل المثال يعني حمص قالت نحن مع الحوار الشفاف والصادق، جبهة التحرير الوطنية مستعدون العمل مع رئيس تبون، جبهة العدالة والتنمية على الحوار أن يكون شاملا، الأفافاس أيضا نقبل الحوار لكن بشروط، الحرية والعدالة نحن مع الحوار يشمل كل القوى الفاعلة، وأيضا منذ قليل حزب جيل جديد أيضا أبدأ نيته في الحوار. طبعا الحوار، لأنهم لم بصراحة قبولهم الحوار بعد رفضهم في المراحل السابقة كانوا ربما يوفروا علينا كل هذه المدة، لأنهم لم يتوقعوا هذه النتيجة. يعني يتوقعوا 10% 5% ربما توصل حتى 15%، لأنه يحسبوا الشعب الجزائري يتبنى الطروحات تاعهم في التغيير اللي قدموها في مازافرون في عين البنيان. لا، رانا الآن في وضع جديد، الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة اللي يتولى المسؤوليات على أساس الكفاءات، على أساس إمكانياته الخاصة، ولا على أساس انتمائه إلى حزب معين أو إلى مسألة. وهذه المسألة اللي قام عليها الحراك، قام أصلا على قضية المحاصصة سواء الحزبية أو الجهوية أو العرقية، قام على أساس أن الشخص المناسب في المكان المناسب وليس شعارات، لأنه شراء السلم الاجتماعي عن طريق مثلا حوار وانت دي. وراح من بعد تتفجر، لأنه هذه الطريقة اللي كان يستعملها الرئيس السابق على شراء السلم الاجتماعي. ولهذا وحتى يقولوا الرئيس الجمهورية من النظام السابق، صح هو كان من النظام السابق، ولكن كان ضحية في الأخير ضحية هذا النظام. لماذا؟ لأنه هو طالب فصل السياسة عن المال، رجال المال والسياسة ما لازمش يعني حتى تتحدث عنها في تصريحات التصريحية الأول، يعني فصل المال عن السياسة. نعم، في النهار اللي كانوا قدم تصريح، عندما كانت العصابة قدم هذا التصريح وطبعا لم يروق لهم. الآن لازم نعرفوا بلينا في وضع جديد، الوضع الجديد هذا اللي كان فيه مثل اللي تكون فيه الانتخابات الرئاسية شفافة، تكون كذلك الانتخابات الشرعية شفافة، تكون الانتخابات الولائية شفافة، وبالتالي ثقافة المال والشكارة والمحاصصة تروح، لأن الآن في وضع جديد. وهذه نفس وهذه الشيء الأساسي اللي قام عليه الحراك، قام على أنه يرفض هذه المسائل كلها، وهذه المسائل تتحقق، ولكن لا تتحقق عن طريق تغيير جذري في البداية، لأن الفراغ ما يوصل إلا للمجهول، إلى الفوضى. نعم. وهذا هو السبب. يعني حتى يعني حتى أنه لما تتقرب يعني من الذين يرفضون من أجل الرفض فقط، يعني ما عندهمش حتى يعني نعم. حل آخر أو بديل. نعم. أو ربما فكرة. نعم، عندهم حتى فكرة. المهم الرفض، العدمية، الرفض من أجل الرفض، التأجيل من أجل التأجيل، ولكن إلى أين؟ ما ننسوش باللي عندنا تحديات داخلية وخارجية. أكيد. عندنا خاصة الأزمة الليبية الآن، راهي زادت تفاقمت صراعات القوى الكبرى، واللي المفروض تكون يعني حاضرة فيها دول المغرب العربي، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، راهي غائبة كلية. لماذا؟ لأنه العملاق اللي هو الجزائر في ليس في المغرب العربي، في أفريقيا، راه مشغول بالمسائل الداخلية، وبالتالي التأجيل هذا لا داخلين ولا خارجين في مصلحة الجزائر. أكيد لما تحطوا يعني عن الجزائر والحوار لغير ذلك، الجالية أيضا لها دور. أكيد يلتحق معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن خروف، رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج. أهلا بك أستاذ. مرحبا، أهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدين الكرام. شكرا. إذن أستاذ محمد بن خروف، أكيد تتابعون عن كثب يعني ما يحدث بالجزائر، تصريحات الرئيس أيضا فيما يخص الدعوة إلى الحوار، دعوة الأحزاب، وأيضا يعني لما تحدثوا عن الجالية، الجالية أيضا لها دور في هذا. أكيد أن الجالية عندها دور فعال كثير، مثل باقي كل الفعاليات الاجتماعية والسياسية الموجودة في الجزائر، ودورها أيضا لا يقتصر فقط على تقديم الأفكار، بل أيضا بحكمها أنها تعيش في يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي الخارج، أنها تعيش في هذه الديمقراطيات وتحتك يعني بهذه الديمقراطيات، وأن لديها من الخبرة والتجربة ما يمكنها بأن تفيد الجزائر في هذا الميدان، وأنها يعني دورها ليس من اليوم فقط، بل يعني منذ الاستقلال، وتحاول دائما أن تأتي بهذه القيمة المضافة من أجل أن
تعمل على تكريس ما يسمى بالديمقراطية وتجربة الديمقراطية في الجزائر، خاصة بعد التعددية الديمقراطية، ودعو دائما إلى الحوار، الحوار الهادئ، الحوار البناء. وبحكمها أنها تعيش في هذه الديمقراطية مثل ما قلت منذ قليل، أنها يجب أن تمارس وأن تساهم بإيصال هذه الرسالة إلى باقي الإخوان في الوطن، بأن يعني نصل بالحوار البناء، بأن نستطيع أن نتقابل فيما بيننا وأن نتحاور فيما بيننا بكل يعني بكل هدوء وبكل سلمية، خاصة وإن كانت يعني اختلافاتنا الإيديولوجية واختلافاتنا السياسية وتوجهات وما شابه ذلك، لكن هذا لا يمنعنا من أننا يعني نجتمع فيما بيننا وأن نوحد صورنا وأن نحدد هدفا أسمى، وهو إنقاذ الجزائر، وهو بناء الجزائر، وهو بناء الدولة الديمقراطية التي يحلم بها جميع الجزائريين. نعم أكيد، يعني حتى لما نتحدث على عدد الجالية يعني لا يقل عن 7 ملايين، وهذه قيمة يعني مضافة للجزائر كونهم يعني كفاءات كونوا في الجزائر. أكيد هذه الكفاءات أنا ما أسميها الكنز الرائع للجزائر. هذه الكفاءات ليست كفاءات علمية فقط، كفاءات علمية لها في الخارج ولها مكانتها في الخارج، مكانتها في كل الدول التي تعيش فيها، واستطاعت أن تصنع أسماء في هذه الدول، واستطاعت أن يعني أن تضيف ليس قيمة مضافة فقط لهذه الدول، بل أن يعني في بعض منها أن تصبح دول رائدة بفضل هؤلاء الجزائريين، إلا في الجزائر فقط. هذا ما نسعى إليه، بأن ننبه بأن هذه الكفاءات يعني من البناء البسيط، حتى البناء البسيط يعني الدرجة تاعنا لوماسون اللي عنده اليوم كفاءة باستطاعته أن يقدمها إلى الجزائر، ولماذا نستوردها من الصين أو نستوردها من دول أخرى ونحن لنا ما لدينا من كفاءات ما يمكننا وما يؤهلنا من إنقاذ بلادنا والمساهمة فيها في بناء الجزائر، جزائر اليوم وجزائر الغد. الحوار الذي كنتم تتحدثون عنه حوار يجب أن يكون ليس حوارا ظرفيا، بل هو حوار شامل، حوار كامل، حوار يتزامن مع كل الأطوار التي تمر بها الجزائر. وبالتالي فيمكننا أن نغلب على أنفسنا أولا ما يسمى بالثقافة، تكريس ثقافة الديمقراطية الحقيقية. طيب. هذه الثقافة الديمقراطية الحقيقية ليست شعار فقط نرفعه، إنما هي ممارسة وسلوك فعلي دائم يومي يجب أن نتحلى به، وثقافة يومية يجب أن نتحلى بها، بالرغم من اختلافاتنا الإيديولوجية التي كنا نقول عنها بالأمس. من كان يرفض الحوار الأمس، الحوار الذي ندى إليه السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة كان مرفوضا من طرف الجميع. الحوار الذي ندى إليه كريم يونس كان مرفوضا من طرف الجميع. الحوار اليوم يدعو إليه الرئيس المنتخب شرعيا، المنتخب شرعيا يجب الالتفاف، قلت يجب الالتفاف حول هذا الرئيس، الكل يجب أن يلتف حوله بكل أفكارنا. يجب هناك خطوط حمراء يجب أن لا نتعداها، أما هذه الخطوط الحمراء أما داخل ذلك الإطار، فيجب على الكل أن يعبر على نفسه باحترام الحريات، باحترام الحريات الأساسية، حريات التعبير، حريات أيضا العمل. الكل نتحدث غالبا نتحدث عن الحقوق وننسى الواجبات، وهذا يجب أن نسير إلى 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 في الطاولة. اليوم من واجب كل جزائري ومن يقع على واجبه الحفاظ على الأمانة التي تركها لنا شهداء الأبرار، الحفاظ على. طيب بالحديث دكتور محمد بن خروف عن كل الجزائريين يجب أن يلتفوا ويلتحموا حول الحوار والخروج بالجزائر من هذه الأزمة والتوجه إلى التغيير الجذري وجزائر جديدة إلى غير ذلك، يعني ما محل يعني الذين ربما بعض الأحزاب التي ربما قاطعت الانتخابات، حتى بعض من أفراد الجالية الذين لم يتحدثوا عن الانتخابات، ما دورهم اليوم ومحلهم اليوم؟
نعم الكل، أنا أعتقد أن الكل له يتمتع بحرية التعبير عن نفسه، فمن شاء أن يقاطع فليقاطع، ومن شاء أن ينتخب فلينتخب، لكن هذا كله في كان في احترام الرأي والرأي الآخر. يجب أن نرقى بسلوكاتنا الثقافية باحترام الآخر وما يريده الآخر، فلا لأحد يمكنه أن يضغط على الآخر أو يفرض نفسه على الآخر. نحن نعيش في جمهورية، جمهورية ديمقراطية، ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار، ضحى من أجلها ملايين أيضا من أو مئات الآلاف من شهداء الواجب الوطني، ضحى من أجلها أيضا وما زال يضحي من أجلها الآلاف ومئات الآلاف من الجزائريين من أجل أن تكون هذه الجزائر الحرة الديمقراطية المفتوحة لجميع الجزائريين، لا إقصاء لأحد إلا من أراد تخفي نفسه. نعم فقط. نعم، شكرا لك دكتور محمود مخروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج على هذه التفاصيل. إذا نعود إلى ضيفي الأستاذ أبو بكر عبد القادر، يعني كما تحدث ضيفنا عبر الهاتف، يعني رغم اختلاف الإيديولوجيات يجب أن يعني أن نفكر في الجزائر والتوجه بجدية إلى الحوار، ويعني لو نتحدث عن الحوار كآلية، ما هي شروط نجاحه؟ شروط نجاح أن تحقيق المصلحة الوطنية وليس المحاصصة الحزبية أو العرقية أو الجهوية، تكون مصلحة الجزائر، ويجب الاحتكام إلى الأسس وطريقة التحاور في الإطار الديمقراطي، أنه دائما صح نختلف، ولكن في الأخير سيعرض هذا الحوار، إذا لسنا ندري هل حوار من أجل الحوار أو حوار في الأخير لازم يعرض على الشعب الجزائري للاستفتاء فيه إذا كانت الأفكار يتجاوب معها أو لا يتجاوب معها. المشكلة احنا اللي عندنا في الحوار في قضية الحراك، وهو اللي كان سبب هذه، وكرر سبب هذه التغييرات اللي وقعت، وهذا التغييرات الإيجابية اللي وقعت في الجزائر وعلى رأسها الانتخابات، هي مدينة للحوار. هذا الحراك الآن هو اللي نفكان فيه ترتيب الأولوية، لأن ما نهملش دور الأحزاب، عندها دور أكيد. ولكن هذه كلها لازم تساهم في تحضير تهيئة الأجواء لإنجاح هذا الحوار من خلال يعني استبعادها عن الشروط المسبقة، لأنها ليست في وضعية اللي تفرض الشروط. الإنسان اللي يكون عنده مصداقية، عنده شرعية شعبية، هو اللي يفطر الذي لديه البديل وما أفكار أخرى. نعم، لا عنده مغير فقط العدمية من أجل العدمية. طبعا الحوار يكون معها أو لا، ولكن من أجل تحضير تهيئة الأجواء للوصول إلى النتيجة، وخاصة هو استكمال، أنا في رأيي استكمال المسار، المؤسسات، انتخاب المؤسسات، لأنه الآن عندنا البرلمان راه تقريبا من حيث المصداقية ليست مثل البرلمان قبل 22، الآن في وضع آخر، الانتخابات البلدية، الولايات، كلهم راهم محل، وبالتالي التأخير يجب أن يكون هناك تفكير في، وهذه من صلاحية رئيس الجمهورية الدستوري أن يدعو إلى انتخابات برلمانية مسبقة تسمح للحراك وتسمح لكل الأطراف بتحديد أوزانها في مدى مساهمتها في العملية السياسية، لأنه مسألة الحوار صح من حيث المبدأ كل الناس تحب تتفضل الحوار، ولكن تأكدي أنه من بعد عندما ندخل في الحوار راح تظهر عقبات وعقبات، فمن باب به نتفادى كل هذا الإشكال صح نبدأ، ولكي لا نعود إلى نقطة الصفر أيضا، به ما نعود، لأنه أنا نعرفوا ذوك الطروحات تاعهم عن طريق الفيسبوك، عن طريق وسائل نعرفوا الطروحات تاعهم، كاين اللي يتناقض كلية مع المجتمع، كاين اللي يريد دولة في إطار خاص، في إطار أفكار ربما مستوردة ولا تتناقض مع غالبية الشعب الجزائري. هذه كيفاش نعرفوها؟ نعرفوها عن طريق الصندوق، والصندوق هو الفيصل الوحيد اللي راح يميز هؤلاء، واللي عندهم الحق حتى الرقابة، مثلا الرقابة على الحكومة اللي تقوم بها حتى البرلمان، يكون عندهم مصداقية عندما الوزير الفلاني غلط ولا قام بمسألة ربما تناقض مع الشعب، عندما حتى ينتقدوا ولا يجري عملية الرقابة تكون مؤسسة، لأنه يستند إلى شرعية شعبية. لأنه الآن الجميع كل واحد عنده مشروع، تروح للنقابات، تروح للجمعيات، المجتمع، الأحزاب السياسية، حتى في الأحزاب عندنا الآن، حتى في الأحزاب كاين الوطنية الإسلامية والعلمانية تاع البديل الديمقراطي، عندها طروحات تختلف كلية عن الأحزاب الإسلامية، وربما يكون هناك توافق فقط، ربما بالتشاور والحوار نخرج بأفكار جديدة. نخرج بأفكار جديدة، احنا نتمناه، وهذا التمنيات، ولكن الواقع راه شيء آخر.
الواقع يقول أنه يجب الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية. المؤسسة الدستورية هي وطبعا من لما تحدث أستاذ حول المؤسسات الدستورية أيضا بين أولويات الرئيس وتغيير الجذري للدستور، يعني كيف يمكن إعداد وثيقة دستورية متوازنة يعني تحافظ على السلطات وتضمن حقوق الأساسية للمواطن؟ هل بإشراكه باستفتاء مع المواطن؟ لا، أولا يطرح على الناس المختصين في المجال الدستوري أكيد. اللي عندهم اختصاص في المجال الدستوري، وبعد يطرح على البرلمان، وبعد يطرح على الاستفتاء. المشكل الآن في قضية التعديلات، المسائل التي تخضع للتعديل واللي كذلك يروج لما يسمى بتغور رئيس الجمهورية، صلاحية رئيس الجمهورية. يرون أنه بعض على كل حال يرى أنه يجب تقليص صلاحية رئيس الجمهورية إلى الحد الأدنى، وهذا أنا في رأيي مسألة مبالغ فيها. لماذا؟ لأن كل الأنظمة الاستبدادية اللي هيمنت على السلطات كل ليس على أساس النصوص الدستورية، لا، على أساس طبيعة الأشخاص. لأنه بوتفليقة الرئيس السابق اللي تغول في على كل السلطات ليس على أساس النصوص، لا، لأنه هو حتى خرق الدستور، لأنه كان حتى الإجراءات المتبعة في الدستور خرقها. يعني حتى نشوفوا يعني في الجزائر المتبع لهذا الشأن، يعني كل رئيس يعني يكون هناك تعديل دستوري يعني حسبه. وهذا هو الشيء الإيجابي، أنه الآن راح تختلف على كل المراحل السابقة. الآن راح فيه حرية، فيه موضوعية، فيه يعني وضع جديد. يعني يجب أن يكون لك دستور يتماشى مع كل المعطيات وكل المتغيرات الممكنة. شوف، يتماشى مع المتغيرات، ولكن أنا نأكد على حاجة من مغالطة كبرى، قضية تجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته الأساسية. لماذا؟ لأن رئيس الجمهورية ليس كشخص، كرمز للدولة، وهيبة الدولة من هيبة رئيس الجمهورية. فعندما نجردوه من كل الصلاحيات في كل المجالات، ونخلوه تقريبا توازن السلطات، نعطوا السلطة أكثر مثلا للبرلمان، فهنا يوقع صراع ما بين السلطتين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فالمشكل ليس في كلها في النصوص، صح، طبعا تكون مراجعة للدستور في المسائل ربما اللي تمس بحقوق المواطنين، ولكن بصفة عامة يجب التريث فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن تجريده معناه الدخول في مسار آخر وهو تنازع السلطات، خاصة بين السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية. نعم، إن شاء الله يعني نصل إلى نقطة توافق وتوجه، نعم، الحوار في أقرب الأجال والخروج بالجزائر من هذه الأزمة. شكرا لك أستاذ أبو بكر عبد القادر على كل هذه التفاصيل والتحليلات، شكرا جزيلا لك.